السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مشاهدي ومتابعي. أشكركم من كل قلبي وأشكر كل من شاهد سلسلة في رمضان، يعطيكم ألف ألف عافية. وهذا العيد جانا ونقولكم كل عام وانتم بألف خير وينعاد عليكم بالصحة والعافية. وصلنا لختام هذه السلسلة، وأتمنى أنكم استفدتم من هذه السلسلة. وأيضا قبل ما نختم الفيديو، في تحت في الديسكريبشن رابط استبيان، تعليقاتكم، إيجابيات البرنامج، سلبياته، حطوا لي تبون نستفيد من الأخطاء، بحيث أن بإذن الله راح ننتج برنامج قريب ونعدل فيه هذه الأخطاء. ولا تنسون اللي ما يعرف عن في رمضان يدخل على فيديو رقم 1 و2 و3 و4 وراح تعرفون في رمضان. يعطيكم العافية.